قبل ما نقول اي حاجة الصبرة تبدأ من الشباب، قبل ما نقول اي حاجة والناس ترجع ورا والناس مش شايفة حاجة. حسين باشا الغنام قال ان حاجة دكتور عواد ابو عيد، يا دكتور عواد يا دكتور حسين باشا بيحييه. تحية كبيرة برضه عشان خاطر المساعير والبنطوية بيحيي الحاج السيد ابو عيد في غيابه وحضوره، وفيصل باشا الحاج ايمن عبدالله في غيابه وحضوره، وابن الذكرى الطيبة محمد باشا وحيد عبدالله اللي بيقول المساعير، وبيقول حاج السيد ابو عيد هو بيحاوب على غير النهارده. تحية كبيرة برضه طارق باشا البيني اللي بيقول لي حييني حاج السيد ابو عيد واحمد باشا فلوس بالحقيقه. تحيه كبيره عشان خاطر منصور باشا الخولي، ايوه حييني باب الحاج السيد ابو عيد الدكتور احمد مسعود وائل ب وعوضي دكتور احمد مسعود، ونقول الحاج السيد ابو عيد من غياب وحضور، ودكتور عواد والمحل الكرم ابن المحل الكرم ووش الكرم لدكتور احمد مسعود. اللهم صل على زي ما انت زي ما انت. تحية كبيرة برضه للحاج جمعة أبو باشا في غيابه وحضوره اللي بيقول لي حييني الحاج السادة أبو عيدة، وبيحيي الجامع السعيد كله، وبيحيي بيحيي المعلم ناصر أبو باشا. تحية كبيرة برضه عشان خاطر الكوتش محمد باشا مصطفى يا عم حسين بنحييه. أبو تريكة أبو تريكة يا عم حسين برضه بيقول برضه كل أنا أبو عيدة يا عم حسين. وبيحييك عم كرم السرحان هنا اهو عم حسين، والكوتش محمد باشا مصطفى بيقول اولاد ابو عيطه، الكوتش وابن العمده الحاج نبيل سلمان بيقول اولاد ابو عيطه. هادي باشا هادي باشا اللي بيقول اولاد ابو عيطه. تحيه كبيره برضه عشان خاطر كل اولاد ابو عيطه والكوتش يا الله